أربعة ألغاز للعباقرة ستتحدى قدراتك الذهنية. أو ستصيبنا بالدوار بالتأكيد، نحن مستعدون لذلك. هل أنت شخص يهوى حل الألغاز المستعصية؟ إذن فهو يوم سعدك. ستجد في هذا الفيديو أربعة ألغاز ستساعدك على إبهار الجميع بفضل قوة تفكيرك المنطقي. ستحظى بخمس عشرة ثانية بعد كل لغز لمعرفة الإجابة. إذا احتجت المزيد من الوقت لا تتردد في إيقاف الفيديو مؤقتا، بذلك سيكون لك كل ما تحتاجه من الزمن. هل أنت جاهز لهذا التحدي؟ لنبدأ الآن. 1. نهاية العالم. في أحد أيام الأربعاء كانت المدينة تعيش حياتها المعتادة. كان الناس يهرعون نحو عملهم، وسيارات الأجرة عالقة في الاختناقات المرورية. وبينما كان الأطفال يسارعون نحو مدارسهم بدون سابق إنذار، هز انفجار رعد عنيف كل أرجاء مترو الأنفاق. جعلت الحرائق والزلازل الناس يهرعون بحثا عن المأوى. انقطع التيار الكهربائي فجأة، تاركا الجميع في حالة من الذعر واليأس. هكذا بدأت نهاية العالم. كان سمير في حالة من الذعر لأنه عالق. بعض الأبواب كانت مغلقة، والخطر يحدق بالجميع. كان للشاب دقيقة واحدة فقط للاختيار بين أربعة أبواب. إذا اختار الباب الصحيح، سيكون لديه فرصة للوصول إلى مأوى والنجاة بحياته. لكن خلف الباب الأول، كانت توجد صخرة كبيرة تعرقل خروجه. ظهرت جراء الزلزال. كان الباب الثاني يخفي نيران مستعرة. خلف الباب الثالث، كان هناك مناشير كهربائية. أما بالنسبة للباب الرابع، فكان يسد فيضانا رهيبا. أي من الأبواب يجب أن يختاره سمير للبقاء على قيد الحياة؟ هل تهوى أفلام الكوارث الطبيعية؟ إذا عليك معرفة كيف تمكنت الشخصية الرئيسية من النجاة. لديك 15 ثانية فقط لمساعدة سمير. هل عرفت الإجابة؟ الباب الثالث هو الجواب الصحيح. هل تذكرت أن الكهرباء انقطعت في الدقائق الأولى من حالة الطوارئ؟ لهذا السبب لن تتمكن المناشير الكهربائية من إلحاق الضرر بسمير. إذا كان قد اختار الباب الثالث، سيكون لديه فرصة كبيرة للبقاء على قيد الحياة في نهاية العالم. 2. جريمة قتل في مساء يوم الجمعة. عثر على مالك الذي يملك منزلا فخما وعملا تجاريا ناجحا ميتا في مساء ممطر من يوم الجمعة. أقرت الشرطة بأنها جريمة قتل. على الرغم من كونه رجلا غنيا ومحترما، لم يكن مالك ودودا أو مهذبا. كان يسيء معاملة الناس في الكثير من الأحيان، لذا كان هناك البعض من يتمنى موته. في ذلك اليوم المأساوي، كان هناك ثلاث أشخاص فقط في المنزل: الطباخ والبستاني ورئيس الخدم. لا عجب في أنهم كانوا المشتبه بهم الرئيسيين في هذه القضية. عندما كانت الشرطة تستجوب هؤلاء الأشخاص، سمعوا الروايات التالية: في الوقت الذي قتل فيه رجل الأعمال، كان الطباخ في المطبخ بصدد إعداد فطور مالك المفضل، المعكرونة والسلطة. كان البستاني يسقي النباتات في الحديقة الشاسعة. أما بالنسبة لرئيس الخدم، فقد أقر بأنه كان يقوم بتحضير طاولة الفطور. على الرغم من أن ثلاثتهم كانوا يملكون حجج غياب قوية، لكن الشرطة قامت على الفور بإيقاف القاتل. من كان الفاعل؟ لديك 15 ثانية لحل هذا اللغز ومعاقبة الجاني. إذا كنت تتساءل عن سبب قيام البستاني بسقي النباتات في يوم ممطر، فأنت على حق تماما. وهذا لأنه لم يكن أصلا في الحديقة، كان بصدد القيام بجريمته الشنعاء. 3. لغز المهرج القاتل. كان هناك مهرج يعمل ساعات قليلة فقط في اليوم، لكن طلب منه زميله في العمل أن يعمل مكانه. كان المهرج ودودا ويهوى مساعدة الجميع، لذا وافق على طلب زميله. لكن اتضح فيما بعد أن قراره لم يكن صائبا، لأن المهرج كان عليه التعامل مع 50 طفلا على قدر من النشاط والشغب ويصرخون بقوة. عندما عاد المهرج إلى منزله في ساعة متأخرة من الليل، كان لديه طاقة كافية لإطفاء النور والسكون إلى فراشه. لم يستيقظ أبدا أثناء الليل، ولم يكن يمشي أثناء النوم. لكن عندما استفاق من نومه، اكتشف بأنه قتل 666 شخصا. كان في حالة ذعر. كيف قتل كل هذه الأشخاص؟ آه يا إلهي، الأفلام المخيفة عن المهرجين كانت على حق.
لكن هل بإمكانك معرفة كيف لشخص ما ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنعاء بدون أن يستيقظ من نومه 15 ثانية لحل هذا اللغز؟ التفسير الوحيد أن المهرج كان يعيش في منارة، وهذا ما يفسر سبب عمله كمهرج لساعات قليلة. كان في تلك الليلة منهكا لدرجة أنه أطفأ كل أنوار المنزل، وهذا ما سبب تحطم القوارب في البحر ليلا، مما أدى إلى وفاة 666 شخصا. 4. جريمة قتل في غرفة مغلقة. عثر على السيد جمعة مقتولا في غرفته في بركة من الدم، لكن لم يكن هناك نافذة في الغرفة، وكان الباب مقفلا من الداخل. عرفت الشرطة بأن شيرلوك هولمز يهوى هذا النوع من الألغاز، لذا دعته لحل هذه القضية. في المرة القادمة قد تدعوك أنت. عندما وصل إلى مسرح الجريمة، قام بفحص شامل واستجوب الأشخاص الأربعة الذين كانوا يملكون مفتاحا للغرفة. قالت شهيرة الخادمة إنه كان عليها المجيء لإيقاظ السيد جمعة على الساعة 7 كالعادة. عندما رأته ميتا بدأت في الصراخ. أقر إسماعيل رئيس الخدم أنه عندما سمع صراخ أحدهم هرع إلى الطابق العلوي وفتح أضواء الغرفة وشاهد سكينا مغروسا في رقبة السيد جمعة. قالت سعاد المربية إنها أسرعت إلى الغرفة مع إسماعيل. عندما شغل إسماعيل الأنوار، أول شيء لاحظه كان الدماء في جميع أرجاء الغرفة. أما بالنسبة لجمال الطباخ فقال إنه كان يعد وجبة الإفطار في ذلك الوقت ولم يسمع شيئا. فهم شيرلوك على الفور من كان المجرم. هل ستكون 15 ثانية كافية لك لمعرفة القاتل؟ شهيرة هي القاتلة. أقر إسماعيل وسعاد بأن الغرفة كانت مظلمة، لهذا السبب كان على إسماعيل تشغيل النور. كانت شهيرة تعلم بأنه كان ميتا، لذا لم تكن مضطرة لفتح الأنوار. كم عدد الألغاز التي تمكنت من حلها؟ أي واحدة كانت الأصعب بالنسبة لك؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدناه. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك للبقاء على الجانب المشرق من الحياة.